يعني المشهد في خان يونس هو مشهد دموي ترسمه يعني الدبابات الإسرائيلية والقذائف المدفعية الإسرائيلية التي تضرب وسط مدينة خان يونس والأحياء الجنوبية من خان يونس بصورة كبيرة جدا من يعني العنف والقذائف المدفعية. نتحدث عن عشرات بل المئات من القذائف المدفعية التي أطلقتها المدفعية الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية على منطقة شارع جلال، منطقة السنية، منطقة قلعة برقوق، منطقة شراب، منطقة بربخ، ومنطقة يعني سوق الأربعاء أو سوق الحبوب، بالإضافة إلى منطقة السكة والشيخ ناصر، وصولا الى منطقه معن ومنطقه يعني القريبه جدا من يعني المنطقه الواصله ما بين رفح وخان يونس. كل هذه المناطق بالاضافه الى منطقه كراج رفح وسط خان يونس تعرضت الى سيل كبير من القذائف المدفعيه التي ادت الى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، ولا يزال حتى هذه اللحظه عدد من الشهداء والجرحى على الارض، لم يستطع احد من الوصول اليهم بسبب كثافه القصف الاسرائيلي سواء كان المدفعي او الطائرات الحربيه الاسرائيليه التي اطلقت قبل اقل من دقيقه ونصف من الان صاروخ على يعني غاره اسرائيليه على وسط مدينه خان يونس. ما وصل حتى الان مجمع ناصر الطبي نحو 8 شهداء وعدد كبير عشرات الاصابات الخطيره والمتوسطه وايضا الطفيفه التي وصلت الى مجمع ناصر الطبي في ظل عجز الطواقم الطبيه عن التعامل يعني بحرفيه او يعني البروتوكول الطبي المعروف مع هذه الاصابات نظرا لكثافه الغارات ولكثافه عدد المصابين، بالاضافه الى نقص الامكانات والمستهلكات الطبيه. من بين الشهداء هو يعني احد موظفي بلديه مياه الساحل، وهي يعني الجهه المخوله بتزويد سكان محافظه خان يونس بالمياه. تم استهداف سياره لهؤلاء الموظفين مما ادى الى استشهاد احدهم وايضا اصابه عدد اخر من الموظفين، بالاضافه الى اصابه عدد من ضباط الدفاع المدني باصابات خطيره الان يتعالجون او يتلقون العلاج في مجمع ناصر الطبي، وعدد كبير من الشهداء والجرحى من الماره ومن السكان الذين انهالت عليهم القذائف المدفعيه في منطقه عائله الشوربجي وعائله شراب وعائله الاغا والفره وزعرب والبيوك وغيرها من هذه العوائل التي تساقطت عليها القذائف المدفعيه. عدد الشهداء كبير وكبير جدا بحسب الاسعافات وبحسب ايضا ضباط الدفاع المدني الذين قالوا لنا بان هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى لا نستطيع الوصول اليهم في منطقه الشيخ ناصر، في منطقه السكه، وايضا في قلب مدينه خان يونس. هذه مناطق خطره وتتعرض الى عمليات القصف العنيف من قبل المدفعيه الاسرائيليه وايضا من قبل الطائرات الحربيه الاسرائيليه. من بين الشهداء ايضا اطفال صغار وايضا نساء ورجال كبار في السن سقطوا او استشهدوا جراء القصف المدفعي يعني الغير مسبوق حقيقه في الساعتين الماضيتين على وسط مدينه خان يونس، وهي المنطقه التي طالب الجيش الإسرائيلي عبر منشورات بضرورة إخلائها لأنها منطقة عمليات عسكرية كبيرة، وهي يعني ستكون خاضعة لعمليات القصف المركز من قبل الدبابات والطائرات الحربية الإسرائيلية. لكن القصف الإسرائيلي طال مناطق يعني بعيدة كليا عن هذا المربع الذي تتحدث عنه إسرائيل، وطالت مناطق يعني في منطقة معن وفي منطقة يعني الشوربجي ومنطقة السكة، هذه يعني خارج المربعات التي يعني طالبت إسرائيل بإخلائها، وفي جريمة واضحة لارتكاب أكبر عدد ممكن من المجازر والجرائم وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين الفلسطينيين، وهذا ما حدث مع الأسف. عدد كبير من الشهداء، عدد كبير من الإصابات، وأيضا هناك عدد من الإصابات الخطيرة والحرجة جدا جراء تساقط قذائف المدفعية. الأوضاع صعبة جدا، الآليات الإسرائيلية المتوغلة لا زالت في مكانها في وسط خان يونس تحديدا في منطقة المحطة وشارع 5، بالإضافة إلى أماكن تواجدها في بلدة بني سهيلة في محيط الظلال والمقبرة والشيبي والنحاس والزنة، بالإضافة إلى تواجدها في منطقة شمال شرق خان يونس وهي منطقة القرارة. لكن لم تتقدم هذه الدبابات أو الآليات، تقوم بعمليات قصف عنيف جدا لوسط خان يونس والأطراف الجنوبية منها، مما أدى إلى وقوع هذا الكم الكبير من الشهداء والجرحى وتدمير
عشرات بل المئات من المحال التجارية ومنازل المواطنين في قلب مدينة خان يونس، هذا المركز التجاري والسكاني الكبير في هذه المدينة التي تتعرض الآن إلى عمليات قصف جنوني من قبل الدبابات وأيضا من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، علاوة على قيام طائرات الكواد كابتر الإسرائيلية بإطلاق النار على المواطنين في الشوارع وفي الأزقة، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وصلت إلى مجمع ناصر الطبي. فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية والمعيشية، يعني هو في غاية السوء والتعقيد نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب التصعيد الإسرائيلي وضراوة القصف الإسرائيلي على منطقة خان يونس، وهذا أدى إلى يعني خلل في السلع والبضائع التي يحتاجها المواطنين، لم تعد منذ عدة أيام طويلة هناك نقص حاد كبير في المواد التموينية والسلع والمعلبات وكل الاحتياجات الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطن في مثل هذه الظروف، وأيضا في ظل منخفض الجوي الذي يعني زاد من معاناة وزاد من محنة هؤلاء المواطنين الذين نزحوا من منازلهم إلى مناطق غرب خان يونس تحديدا في منطقة المواصي، حيث اقتلعت الرياح هذه الخيام المتواضعة والبدائية والبسيطة من أماكنها، ويعني ظلوا هؤلاء العوائل مئات أو الآلاف من المواطنين عرضة لمياه الأمطار وفي ظل حالة البرد الشديد. أوضاع مأساوية في خان يونس، وعلى ما يبدو أن القوات الإسرائيلية تخطط لتوسيع هجماتها على هذه المدينة والتوغل أكثر ربما خلال الساعات القادمة أو خلال الأيام القادمة للوصول إلى شارع جلال ودوار أبو حميد الذي لم تصل إليه حتى هذه اللحظة الدبابات والآليات الإسرائيلية.